نبينا موسى. موسى معاهم مسلمين، معاهم خيان مسلمين، اوكي، بحر، في بحر، اوكي، في بحر قدام المسلمين، وقالوا كف كف نروح نخرج من البحر. فرعون يبغى يقتلونا قريبين جدا، ويقول موسى يا حي وش نسوي، يا حي كيف نسوي؟ وقال موسى هذا عصا، ويقول كذا بالعصا موسى وينفتح نفسه، بعدين يدخلون المسلمين. جاء فرعون وراهم، دخلوا مستغربين وخايفين، مرة مستغربين وخايفين ان البحر انفلق كذا مفتوح نفسه، يقولون كذا مرة خايفين، يرتحل فرعون وخيانه، وهم يدخلون بالبحر. يا مدخلة فرعون موسى ياخذ عصا ويسكر عليها ويموتون الكفار.